السادة المشاهدين مساءكم خير واهلا بكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. امبارح ومع بداية السنة الجديدة أنا اتكلمت مع حضراتكم عن الأمل، واتكلمت مع حضراتكم عن اللي بتعمله فينا السوشيال ميديا بخناقاتها وترنداتها، وبنشوفه من بعيد هزار وتحفيل. بس من قريب الحقيقة قلنا إنه أكتر حاجة بتسحب الأمل أو بتقتل الأمل من نفوس الناس هي المشاكل والخناقات بتاعت السوشيال ميديا. ما عداش 24 ساعة يا جماعة، ما عداش يوم كامل وصحينا من النوم على خناقة وترند جديد يخص الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق صاحب اللقب الأشهر جعل الشباب يقرؤون. الخناقة أو الترند ده الحقيقة قلب الدنيا ومقسم المجتمع، والناس بتشتم بعض وتهين بعض، وكأننا خلاص يعني ما بقيناش ان احنا نعرف ان احنا نتحاور او ان احنا نتكلم او نتفاهم. بنطلب الحرية ونسعى ليها، ولما نيجي نمارسها تلاقي إهانة ووصاية، وكل واحد عنده استعداد انه يختال المختلف معاه معنويا بالشتايم والاهانات عشان بس يقول انا اللي صح. اللي حصل في موضوع الدكتور احمد خالد توفيق مش مجرد الحقيقه خلاف وجهات النظر حوالين المنتج الادبي لواحد من اشهر كتاب مصر وليه جمهور الحقيقه يعني بالملايين. اللي حصل بقى أكبر من كده، إحنا ما بقيناش نعرف نتناقش ولا بقينا نعرف نتحاور مع بعض. يا جماعة الحكاية بدأت ببوست كتبه الزميل الإعلامي شريف عامر، قال وجهة نظره في عمل درامي متأكد أو قال إن هو متاخد في الأساس عن شغل الدكتور أحمد خالد توفيق، قال إنه مش عاجبه. صحيح هو يعني استخدم كلمات شديدة القسوة للتعبير عن رأيه، زي مثلا لفظ سطحية، زي لفظ سذاجة، وده الحقيقة يعني مش كويس ولا أفضل طريقة إن احنا نعبر بيها، خصوصا لو بنتكلم عن واحد زي الدكتور أحمد خالد توفيق الأديب والكاتب الراحل اللي كان شديد التواضع وكان دايما بيتقبل الكلام بصدر رحب، وكان فخور بأنه بيقدم نوع من الأدب للمراهقين وبيشجعهم على التفكير وكان بيشجعهم على القراءة. محبين وجمهور الدكتور أحمد خالد توفيق وأنا منهم طبعا ردوا هم على الكلام اللي اتقال، وقامت الخناقة والترند اللي ظهر من خلاله أقبح صور السوشيال ميديا. صورة بتقول إننا مش عارفين الحقيقة إن احنا نتحاور ولا نتكلم ولا نعبر عن الآراء بتاعتنا بهدوء. يعني اللي بيحصل مع دكتور أحمد خالد توفيق مش حلو يا جماعة، مش كده. فكرة التجارة بسيرته ومسيرته عشان إن احنا نعمل ترند ده مش أفضل حاجة على فكرة. نقد مشروع الدكتور أحمد خالد توفيق واستخدام تعبيرات زي ساذجة وسطحية مش مقبول ولا مفهوم. أنت بتتكلم عن كاتب سايب ميراث كبير من إنتاجه الأدبي والعلمي بأشكال مختلفة، بعضه نجح وكسر الدنيا وبعضه تم انتقاده في حياته، وهو ما كانش بيزعل على فكرة. لكن التعميم اللي حصل على أعمال الكاتب الراحل الكبير تعميم غير مقبول حقيقة وضد المنطق ومعايير النقد أصلا. النقد له معايير، خلونا نتفق وبدون شك ولو 1% أن دكتور أحمد خالد توفيق نموذج حقيقي لكاتب موهوب ومبدع رائع عنده مشروع أدبي نجح فيه على مدار سنوات طويلة من غير ما يكون ليه شلة، ولا هو في الشلالية ولا في وسط البلد ولا في أوساط المثقفين. نجح في مشروعه بدليل تأثيره على جيل كامل وبدليل أرقام
المبيعات والانتشار. وخلوني أرد أو خلونا نرد اعتبار الرجل الذي رحل عنا وساب إنتاج كبير أثر في ناس كتير، ونقول إن الدكتور أحمد خالد توفيق مش كاتب ألغاز ولا حاجات تافهة زي ما البعض بيقول، ده نوع من الأدب والكتابة لو حضرتك ما تعرفوش وما تقدروش تبقى مشكلتك أنت، لأنك أنت نفس الشخص اللي بتشوف روايات الخيال العلمي والروايات البوليسية لكتاب أجانب وبتنبهر. من ذنب أحمد خالد توفيق أنه كان مخلص وموهوب وبدأ مشروع استمر نجاحه 20 سنة بنفس القيمة والشغف، بينما نجاحات الكتير من أهل الأوساط الثقافية والإخوانية وغيرها كان مؤقت. ومش معقول كل لما يحصل خلاف حوالين الدكتور أحمد خالد توفيق ومنتجه الأدبي والفكري يطلع الناس إياها ويقولوا أصله إخوان. ممكن يكون لي مقال أو 2 أو 10 يختلفوا مع مواقفك يا سيدي، بس مش إخوان. وبلاش تخلوا الإخوان يضحكوا عليكم كل مرة ويخطفوا واحد محترم من بيننا ويحاولوا يوهموا الناس إنه كان تبعهم. جماعة الإخوان مش بتطلع ولا بتطلع لنا مبدعين يا جماعة يا سادة. الدكتور أحمد خالد توفيق على حياة عينه عمره ما قدم نفسه على إنه الأديب الكبير العميق، ده لما الشباب اللي كانوا بيحبوه كانوا بيقلدوا وبيلقبوه بإنه العراب. كان لما يقولوا عليه العراب كان بيتضايق، هو عارف ومحبيه اللي بجد عارفين انه مش اعظم ادباء مصر، ولكنه واحد من اهم المؤثرين في شباب مصر وجيل كامل. الغريب بقى بالنسبه ليا هو انه حد يطلع دلوقتي يحكم على المنتج الفكري والادبي للدكتور احمد خالد توفيق من خلال المسلسلات او الافلام اللي ماخوذه عن اعماله. لا، مش صح وما ينفعش ومش منطقي. ما ينفعش احكم على رواية او قصة من الفيلم اللي اتعمل وشال اسمها، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص وبعيد عن احمد خالد توفيق. يعني احنا ياما شفنا ادباء كبار زي نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وادباء عالميين واتعمل من رواياتهم وقصصهم افلام ومسلسلات وما طلعتش بنفس الجودة المنتج اللي هم عملوا الأدبي بتاعهم. سلسلة ما وراء الطبيعة وسفاري وفانتازيا محدش يقدر ينكر فضل دكتور أحمد خالد توفيق في المنتج اللي قدمه وانتشر بيه وأثر من خلاله في أجيال كتير، لأنه فتح لهم الباب على عوالم تانية ومعلومات وقراءة، وقدر يوصل للأجيال الصغيرة دي ويوصل لهم من خلال أسلوب سهل أسلوب بسيط، وده على فكرة إنجاز ونجاح كبير. ولو حد طلع يقول ده كان بيعمل قصص روائية فيها تيمات غريبة وحكايات أمريكية مستهلكة، لازم نرد عليه بالعلم ونقول له إنه أدب الرعب والجاسوسية والخيال العلمي والمغامرة ليه تيمات منتشرة ومشهورة وليه أصول في الأساطير والكتب التاريخية، والغرب كان سابق فيها كتير، لكن الدكتور أحمد توفيق خالد كان دكتور أحمد خالد توفيق كان صاحب السبق إنه يفتح الباب قدام عيون القارئ العربي ويقدم له النوع ده من الأدب والمعلومات بطريقته. عموما الدكتور أحمد خالد توفيق نموذج حقيقي للنجاح كأستاذ جامعة مخلص لطلابه ونموذج فريد في التواضع والاحترام. ما يتجرش بشهرته ولا بأدبه ولا بعلاقاته، ما شفناش انه راح جري ورا شلة ولا عمل شلالية، لكن اتخذ قرار البعد عن العاصمة بكل إغراءها وعاش هناك في طنطا، وما كانش بيرد لحد طلب على فكرة، وما قفلش الباب في وش حد، خبط على بابه وقدم منتج أدبي نجح في التأثير على كل الشباب. ومن حقه علينا
لما نيجي نقيم أو ننقد أو نناقش تراثه الأدبي لازم نناقشه بمنطق وأدب واحترام لكل اللي قدمه. ومن حق المجتمع ده إننا نفوقه ونحميه من ثقافة الترندات والخناقات اللي بتقسمه وتضيع مفهوم الاحترام والحوار. ورحم الله الدكتور أحمد خالد توفيق. المشاهدين معكم مرة أخرى وأهم الأخبار. أول اجتماع اليوم كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أول اجتماع كان مع رئيس مجلس الوزراء وقيادات وزارة المالية، وتابع سيادة الرئيس مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاع الجمارك وقطاع الضرائب لوزارة المالية. وخلال الاجتماع تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي، والذي أثبت قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات والحفاظ على المسار الأمن للموازنة العامة وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية. كما أن الحكومة حولت على 3.5 سنين حوالي 600 مليار جنيه لصالح صناديق تموين المعاشات. تاني خبر معنا، كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة لتعزيز قيمتها الأثرية والتاريخية كواحدة من أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك لإعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية. وقد تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية. كما أن الحكومة قامت على مدار 3.5 أعوام العام الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19%. كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكان
هكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية خاصة في قطاع الضرائب والجمارك. وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل للنظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 من أبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني والذي يتكلم يعمل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة. كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجها سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجها سيادته بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، كذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والموجودة في الموانئ. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وقد وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيرة العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس ومعايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرض، كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة. أنا عايزة الحقيقة أحكي لكم حكاية الحاجة نقاوة. الحاجة نقاوة وهي نقاوة اسم على مسمى. هي ست طيبة قوي وبنت حلال، اختارت لنفسها شغلانة طيبة زيها وهي تحفيظ القرآن. الست نقاوة بقالها يعني سنين
طويلة قوي بتحفظ الأطفال القرآن الكريم، وهي ليها طلب صغير. احنا رحنا صورنا مع الست نقاوة عشان نشوف حكايتها. تعالوا الأول نشوف حكايتها ونرجع مع بعض مرة تانية. في هذا المنزل تعيش الحاجة نقاوة بقرية سيماتي بمركز كتور بمحافظة الغربية. اعتادت أن تحفظ أهل قريتها القرآن، حفظته وأصبح رفيقها في يومها حتى وصلت لسن 80. تجلس وحيدة فاقدة للبصر وتقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسمي الآوة علي إسماعيل الإبسي، عندي 80 سنة، بقضيهم ازاي؟ في القرآن، بتلي في القرآن بالفجر كده وبخلص القرآن، وبستنى بقى شوية كده، بروح باخد راحة، ولا جوز ولا أولاد. هم بيجوا البنات مثلا وياي يسلوني، ولاد أخويا بيسلوني. الواحدة اللي بتجي من دار جوزها بتجي تعمل لي كل حاجة، ما بعرفش أعمل حاجة، هم اللي بيعملوا لي. اللي حفظني القرآن سيدنا الشيخ سستوي وسيدنا الشيخ عبد الفتاح وأبويا الحاج الله يرحمه برضو، ضلوا ورايا لما خلصت القرآن حتى علمني الصلاة كمان. يا من يوديني الليل طويل عليا، يا من يسليني. تحلم الحاجة نقاوة بزيارة بيت الله والاعتمار وأن تجلس في منزلها بعد أن يرمم. ما هو نفسي في العمرة، عاوز البيت يتوضب وتعمل له قعدة حلوة وكده. أيام مثلا عاوز أوضب دورة المية، وعاوز أوضب يا سيدة لما أنت المطبخ ده وكل حاجة كده. خطري أزور النبي يا من يوديني الليل طويل عليا، يا من يسليني على عرفات، على عرفات نرمي الجمرات، وإن وصلت هناك بلغ سلامي للنبي. للنبي. أنا معايا على الهاتف الحاجة نقاوة. إزيك يا حاجة نقاوة؟ على الهاتف الحاجة نقاوة. خد يا عامل ايه؟ ممكن اللي قاعد جنب الحاجة نقاوة يوطي التلفزيون خالص عشان مش هنعرف نتكلم، يسمعنا في التليفون بس؟ حاضر. حضر لك الخير يا جميلة. ازيك يا أستاذة بسمة؟ ازيك يا ست الكل يا نقاوة؟ ده انت شرفتينا والله يا حبيبة قلبي، شرفتك العافية. ده انا كنت في نفسي اكلمك من زمان يا حبيبة قلبي. الله يسعد قلبك. ده انت يعني بصراحة انت احنا زاد مصرف لما سمحت اسمك يا حبيبتي. الله يكرمك. الله يسعدك يا رب ان شاء الله. عايزاكي تدعي لي يا حاجة نقاوة. حاضر. انا اللي زادني الشرف باني بتكلم معاكي دلوقتي. ده انت خليتي الواحد يقول يعني ايه الدنيا دي، وانت راضيه وجميله وسعيده ومنحفظه القران الكريم وبتحفظي القران الكريم، وانت مش بتشوفي الله بصرك دايما السعاده جوه عيونك. لا ما بشوفش يعني، بس انا ايه حفظت القران وانا عندي 20 سنة كده، وبعدين حفظت التلامذة طلعوا دكاترة ومهندسين ما شاء الله، وطلعين يعني 100 100.
ايوه ولما بيعدوا علي بيسلموا علي يقولوا ده انت اللي معلماني فيهم الخير. انت ما فيش معاكي زوج ولا اولادي حاجه نقاوة؟ لا ما معيش، لا ما معيش، معايا الاستاذ علي ابن اخويا واولاد اخويا بييجوا يخدموني، ما انا ما بعرفش اعمل حاجه. انا شايفه ده مدخل باب الحمام اهو، بس مدخل باب الحمام فعلا صعب. يعني انا لما قلت انا نفسي يعني تعملوا لي حمام، هاتي يا تامر مدخل الحمام تاني. يعني وانت فعلا فقيده البصر، يعني ربنا يبصرك دايما بالسعاده يا رب. فعلا مدخل الحمام صعب والبيت فعلا صعب. ايوه والله. وانا شايفه ان مفيش مطبخ، انت ما عندكيش مطبخ يا حاجه نقاوة؟ عندي مطبخ بس مش يعني مش معدل قوي. يا حبيبتي ايه عندك بوتاجاز او حله اهو وانبوبه، ده مطبخ ها؟ ايوه عندنا يا حبيبه قلبي. وراضيه الحمد لله. احنا ورانا ايه؟ قراءه القران. انا عايزه اسالك سؤال يا حاجه نقاوة، انت مين بيساعدك يا حبيبتي وانت قاعده لوحدك ومش شايفه وقاعده مالكيش حد ولا زوج ولا اولاد وفي الكركبه دي وفي الدنيا دي؟ يعني مين بيساعدك؟ ولاد اخويا بيجي يعملوني. مين يا حبيبتي اللي بيجي لك؟ الابله سهام والابله مها والابله جهان. دول مين يا حاجة نقاوة؟ لا دول مين يا حبيبتي؟ ولاد اخويا. بنات اخوكي. ايوه فيهم الخير والله. ايوه والله انا ما بعرفش اعمل حاجة حبيبتي. طب انت ما بعرفش اعمل حاجة انا اصلا. ايوه انت نفسك في ايه يا حاجة نقاوة؟ عايزة ايه؟ نقدر نساعدك ازاي؟ نفسي ازور النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه ده يعني باذن الله انه يتحقق باذن الله يا رب. ودعوتك ويعني دي هتستجاب ان شاء الله. عايزه ايه كمان يا حاجه نقاوة؟ عايزه ايه كمان يا حبيبتي؟ عايزه بقى الاستاذ علي كده تشوف له وظيفه حلوه كده عشان يعني ايه. حاضر. ايوه عشان هو اللي بيخدمك. ايه عشان هو اللي بيخدمك. ايوه برسيني ويجيب لي كل حاجه. امال ايه؟ ايه انت ما عندكيش اي مورد دخل يا حاجه نقاوة؟ لا ما عنديش ولا معاش ولا اي حاجه. ما المعاش بسيط والله يا ست ما بيكفي، وانا عايزه بس ايه يعني ايه مصاريف كده عشان البركه في ربنا وفيك ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. هنحاول يعني نعمل البركه فيك بقى يعني حاجه عشان نسكت. بصي يا حاجه نقاوة انا هوصل صوتك، وانا متاكده ان الساده المسؤولين ما حدش فيهم هيقدر يعمل حاجه ومش هيعملها. انا متاكده انه ان شاء الله انه المسؤولين يعني كله هيستجيب، وانا يعني عندي احساس انه ده لانك انت تستاهلي الخير وكل خير، ومن حفظة القران الكريم وبتحفظي القران الكريم وعايشه لوحدك وبتخدمي نفسك برضو احيانا، اكيد هم مش معاكي طول الوقت. والحمام تدخلي الحمام ازاي؟ ما فيش حمام. والمطبخ وما بتاكلي ازاي؟ وما هو ما فيش حد، ما هو برضو اكيد كل اللي بيقولك بنات اخوكي كل واحد عنده بيته وظروفه وحياته، اكيد هم مش معاكي طول الوقت برضو. لا عموما ان شاء الله هنتواصل معاكي تاني يا حاجه نقاوة باذن الله، و90 دقيقه ان شاء الله هيحول لك باذن الله في كل اللي طلبتيه، وان شاء الله تبقى في استجابه من الناس اللي قلوبها رحيمه باذن الله والمسؤولين. شكرا يا حاجه نقاوة، وانا مبسوطه اللي سمعت صوتك يا حبيبتي. يا استاذه بسمه. نعم يا حبيبتي اتفضلي. انت تشرفيني بقى في بيتي وتشوفيني. يا حبيبتي ده انا اتشرف ان اجيلك والله، بس تحفظيني بقى كده ايه يعني نص صفحه قران كده حزب، ايه رايك؟
احفظك ايه؟ حزب كده يعني، ما هو مش هيكفي الوقت. حزب قران. احفظك القران؟ قاضي يا حبيبتي، حضر لك الخير. ده انا عايزه اجي اخدك كده، واخدك في حضني واخطفك، واخدك تيجي تعيشي معايا. ايه رايك؟ ايه الضحكه الحلوه دي يا حاجه نقاوه؟ لا ايه الضحكه الحلوه بتاعتك دي؟ ايه يا مولاي، انا ما بضحك على طول. انت قمر وعسل. ايه والله، ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب ان شاء الله. انا بكلمك وجاب مشرف والله. يخليك يا رب. والله انا اللي ليا الشرف، والله انا اللي ليا الشرف. ان شاء الله باذن الله يا حاجه نقاوه نعمل لك كل اللي نقدر عليه وزياده كمان ان شاء الله. بشره خير قريب يا رب باذن الله. شكرا يا حاجه نقاوه. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة في قضية أنا يعني لازم أقف عندها. أنا حزينة بجد، حزينة جدا، والحزن بيزيد لما تلاقي شخص قدامك ربنا اداله حضور وموهبة وتلاقيه بيضيعها من إيده. والحزن بقى يزيد عندك أكتر لما تلاقي الشخص ده بياخد فرص كتير للحياة ويضيعها من إيده. طبعا ما يخفاش على حد أنه أنا واحدة من الناس اللي دفعت قد إيه عن المطربة والفنانة شيرين عبد الوهاب، لأني حقيقة أنا بحبها جدا وبعتبرها أنها يعني مطربة الوطن العربي، مطربة مصر، بنت مصر، إنسانة طيبة، إنسانة على سجيتها، صوتها ودفء صوتها وإحساسها مش ممكن هيتلاقى تاني أبدا. وهي جميلة، أنا قربت منها يعني لقيتها إنسانة على فطرتها قوي 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 قوي، لدرجة أنك تحس أنك بيبي قاعد قدامك وخايف عليه من اللي حواليه. أنا دفعت عن خصوصياتها وعن حياتها وعن اللي بتتعرض ليه قبل كده، لكن مش عارفة، واضح إنه شيرين يعني مصممة تخسر تعاطف كل الناس اللي بتحبهم. يعني واضح إن شيرين دماغها متسلطة عليها عشان تفقد رصيدها عند الجمهور والناس. يعني أنا أشوف إنه الفنان لازم يكون صاحب رؤية، ولازم تكون دماغه شغالة وشايف وحاسس باللي حواليه، ولو أنا دماغي مش شغالة أجيب حد يشتغل لدماغي ويشغلني، أنا عطلانة أجيب حد يشغلني ويحطني على الطريق الصح مش يدمرني. لكن الحقيقة شيرين للأسف فقدت كل ده، وواضح إنها مش بتسمع غير نفسها وبس. يعني مش نفسها، يعني اللي يقول لها اعملي حاجة تعملها، تيجي مثلا يقولوا لها روحي في الحتة الفلانية تروح، اعملي الحاجة الفلانية اعمليها، ارمي نفسك في البحر تلاقي نفسها في البحر من غير ما تعمل حساب لأي حاجة ولا لأي حد. أنا مش بتكلم على فكرة عن صور فيديوهات شيرين في حفلات لبنان، دي حفلات وحاجات تخصها أنا مش بتكلم فيها. أنا بتكلم عن الكارثة اللي عملتها شيرين وحسام لما راحوا يزوروا فضل شاكر وهم في لبنان. ايه يا شيرين؟ مفيش بجنيه واحد تفكير؟ يعني انت رايحة تعملي زيارة هتزعل منك الشعب اللبناني كله، وتزعل كل عربي وكل محب البلد وكل محارب للإرهاب؟ ما جاش على بالك لحظة بجنيه تفكير يا شيرين؟ واللي معاكي حسام جوزك ما فكرلكيش لحظة يقولك لأ؟
ده خطر او خطر عليكي وعلى مستقبلك. هو مش انت يا حسام مدير اعمال شيرين وانت المسؤول عن تصرفاتها وعن جدول اعمالها وبتقابل مين وما تقابلش مين؟ شيرين كانت رايحه تقابل مين يا حسام في لبنان؟ كانت رايحه تقابل شخصيه عظيمه اسمها زياد الرحباني، كانت رايحه للقمه، انت وديتها للقاع، انت المسؤول، انت مدير اعمالها، انت المسؤول عن تصرفاتها. ليه يا شيرين يا جماعه؟ يعني سابت كل حاجه في الدنيا وسبتي كل حاجه ورحتي انت وحسام تزوروا فضل شاكر في المخيم اللي عايش فيه، وقعدنا نغني مع بعض الاغنيه اللي قدمتوها من 19 سنه من دلوقتي. يعني ده كان احلى من انك تتقابلي الشخصيه العظيمه زياد الرحباني اللي انت اصلا مسافره عشان تعملي كده. الله، يعني ما تقابلي نجوم لبنان، ما كلهم كتير هناك، ما تقابليهم لو عايزه تقابلي حد. اشمعنى فضل شاكر بالذات اللي عنده هذه المشاكل وارهابي وعنده احكام وفي نظر القانون ارهابي؟ وبعدين هل بتخططوا تعملوا اغنيه مع بعض؟ ايه الكلام شيرين؟ انت معقوله انتوا طبيعيين انت وحسام تعملوا كده وتفكروا بالطريقه دي؟ انا بحبك، انا من محبينك، وانا زعلانه عليكي النهارده، زعلانه عشانك وزعلانه منك يا حسام. ازاي انت تبقى المسؤول عنها وتسيبها بالطريقه دي؟ ازاي انت طلعت قبل كده وقلت ان في ناس عايزه تدمرها؟ مين اللي بيدمرها النهارده؟ طبعا الكلام ده زعل الشعب اللبناني كله وزعلنا احنا كمان، لانه فضل شاكر ما بقاش هو المطرب اللي كلنا بنحبه. فضل شاكر بقى ارهابي هارب، ولكنه في نظر الناس والعداله هارب شارك جماعات متطرفه في الاكل في القتل وضرب الناس والفوضى، واذى الشعب اللبناني والعربي بافكاره اللي طلع يروج ليها، ولحد اللحظه دي لسه ما دفعش ثمن اللي عمله، ولا حتى الشعب اللبناني سامحه أو غفر ليه، لأن إيديه لسه متلوثة بالدم. إيه الهدف يا شيرين؟ أنت إزاي بتفكري؟ إزاي بتعندي نفسك ولا بتعندي الناس كلها؟ أنا مش قادرة أستوعب مخك كان فين. جمهورك بتزعليه ليه؟ أنت عندك جمهور مش موجود عند مطربة في الوطن العربي. بتدمري نفسك ليه؟ ما تستسلميش لحد يمشيكي. فين شيرين راحت؟ فين حفلاتك؟ وفين فين مدير اعمال يكون يقول لك لا ما تقعديش في الحته دي، ما تصوريش في النايت كلاب ده، ما تمسكيش السيجاره وانت بتاخدي الصوره دي، ما تعمليش ما ينزلكيش فيديو وانت بتعملي كده وانت على سجيتك كده وانت ازاي؟ مين اللي منزل الفيديوهات دي؟ انت يا حسام اللي منزلها؟ انت مدير اعمالها، انت المسؤول عن كل حساباتها. شيرين محسوبة علينا على المصريين، بنت مصر، تروحوا الواحد هربان في مخيم وتقعدوا تغنوا معاه وتعيدوا الذكريات؟ انت بتدمر شيرين كده يا حسام. شيرين بعد لما قعدت مع فضل تم القبض عليها زي ما قالت وسائل إعلام لبنانية هي وحسام، وتم استجوابهم بسبب هذه الزيارة. يعني مش معقول. أنا زعلانة عليكي على فكرة. أنا خارجة عن يعني عن مشاعري، عن أعصابي، عن اللي أنا فيه، لأني فقدة أعصابي لأني بحبك. أنت ليه بتعملي في نفسك كده؟ ليه بتدمري نفسك؟ ليه نازله لمنحنى يعني القاع؟ انت كنت فوق، انت نجمه الوطن العربي يا شيرين.
الله، بدل ما تقابلي زياد الرحبيني راح تقابلي فضل شاكر. انت متخيله خبر زياد الرحبيني ده كان جمهورك هيستقبله ازاي؟ وانا بحمل حسام المسؤوليه، لانه شيرين انت مسيطر عليها يا حسام، لانك انت الوحيد اللي جنبها، وانت الوحيد اللي ماسك تليفونها، وانت الوحيد اللي مسؤول عن فيديوهاتها، وانت الوحيد اللي قاعد جنبها، وانت الوحيد اللي عايش معاها، وانت الوحيد اللي بتسمح لها تقابل مين وما تقابلش مين، وانت اللي بتسمح لها والوحيد اللي بتسمح لها تتواصل مع مين وما تتواصلش مع مين. اكيد في ناس كتير بتحب شيرين، ما تجيبيلك يا شيرين مدير اعمال، جيبيلك حد يفكر، حد يخطط لك. انت ايقونه، ليه بتدمري نفسك كده؟ ليه وعشان ايه؟ يعني مشكله بقينا ننزل، بقينا في القاعه خلاص. ليه كده؟ انت مش كده يا شيرين. تدمري نفسك وتعرضي نفسك لمساءله قانونيه وممكن تبقي متهمه وتتحبسي، وانت فنانه، انت فنانه كبيره، ده انت تجيبي لك 5 6 10 مديرين اعمال. ده الفن ضد الارهاب يا شيرين. تقعدي مع ارهابي؟ كان خبر نزل انه شيرين اتقبض عليها هي وحسام في بيروت واستجوبوهم، ومش عارفين التفاصيل بالظبط، فعشان كده انا معايا الصحفيه اللبنانيه هنادي عيسى من لبنان. مساء الخير هنادي، ازاي صحتك واهلا بيكي في 90 دقيقه. مساء الخير مدام بسمه، وكل سنه وانت طيبه، وانا سامعه يعني قد ايه انت مقهوره عشان شيرين، وكلنا مقهورين عشانها صراحه. بنحبها جدا، والشعب اللبناني عنده شيرين نمبر 1. انا كمان عندي شيرين نمبر 1. طبعا. فيعني اللي بيحصل ده ازاي؟ لازم تراجع نفسها، لانه حاجه ورا حاجه هيخف الرصيد عند الناس. علولي سمعاني كده؟ سمعاكي يا هنادي، بتقولي بتخسر رصيدها بكده عند الناس. بتخسر يعني حاجه ورا حاجه هتخسر رصيدها، هتطلع هتفلس من محبه الناس. يعني هو اللي حصل زي ما قلتي مدام بسمه، اول انا هتكلم مصري عشان اول شيء انا بحب الشعب المصري واتكلم مصري كويس، واحنا بنحب لغه الشعب اللبناني، حلاوه لغتكم. الله يخليك يا رب. اتفضلي. اول حاجه يعني قبل ما نقول فضل شاكر، زي ما قلتي هو مطلوب للعداله وقاعد في محميه فلسطينيه، يعني المخيم ده لو انت عايزه تدخلي المخيم عايزه تصريح امني من الجيش اللبناني. مظبوط. تدخلي ولما تخرجي هتتفتشي على الحواجز وكل حاجه، فهو هربان ومخفي. فانت يا شيرين رحتي اتحديتي اهل الشهداء، انت عارفه ان هو قاتل الجيش اللبناني وقتل من الجيش اللبناني، صح؟ شكرا حبيبتي، عذرا، اتفضلي. فهي بتتحدى اهل الشهداء، فهي لما نزلت الفيديو، وانا الصحافي اللي كان معاها في الفيديو اللي راح غطى، هو معايا في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، هي صوت بيروت انترناشونال. هي استدعت الصحافه كمان عشان تغطي الزياره؟ هو صحافي كان من عندي من المؤسسه بتاعتي، راح صحافي قاد صديق، وما اقدرش اقول اسمه عشان امنيات، بيخش ويطلع لعند فرد شاكر. فراحت معه، وهي نزلت اصلا لو بتشوف الفيديوهات عليها لوجو FBI،
ومكان فضل شاكر معروف للجهات الأمنية ولكل الناس، ولو عايزين يخشوا يجيبوه هيخشوا يجيبوه وياخدوه للسجن، لكن هم عارفين لو خشوا جابوه هتحصل أزمة وبلبلة وكل حاجة. وأكيد في ناس يا بسمة، هو من سنة عمل ألبوم لو فاكرة، ميني ألبوم مع روسانا، يعني أكيد بيشوف ملحنين وبيشوف شعراء وبيشوف موسيقيين، لكن ما حدش بينزل على السوشيال ميديا عشان احتراما للناس، لأهالي الشهداء. لأهالي الشهداء. لكن شيرين مش عارفة مين أنعها، يعني أنا لو تقولي تعالي معايا مش هروح. مين أنعها إنها كان فيها تعمل زيارة، هي صديقها من زمان وعملوا أغنية مع بعض وكل عام وأنت حبيبي، كان ممكن تعمل له زيارة، فهي راحت اتحدث الناس. فهنا في تلفزيون اسمه أو تي في، أو تي في تابع للتيار الوطني الحر للرئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، تعرفيه؟ طبعا، كل الاحترام والتقدير. فهم راحوا عاملين تقرير انه هل الفن سيلغي الارهاب وسيبرئ ارهاب. هو ده اللي انا بقوله، يعني هو الفن مش ضد الارهاب. طبعا ضد الارهاب، طبعا هو ضده، بس يعني مش بالطريقه دي، مش هقعد مع ارهابي. فراحوا عاملين حملة على السوشيال ميديا مش طبيعية، يعني هجوم هجوم عليها وعليه. ففي وكيل نيابة قاضي اسمه فادي عقيقي راح مستدعي شيرين وحسام أول يوم عشان ييجوا يستجوبوهم، فهي ما راحتش أول يوم. فقال لهم لو ما رحتوش أنا هحط أساميكم جلب وتحري، بحث وتحري، وبالمطار هيقبضوا عليكم، مش هتقدروا تسافروا مصر لو ما جيتوش. فاضطروا راحوا عند الوكيل، عند وكيل النيابة. طبعا ما جابهمش بالقوة زي ما ذكرت بعض المواقع، لا راحوا وراح معاهم. عشان كده احنا بنستوضح الحقيقة يعني. لا ما خدوا، راحوا هم وراح معاهم محامي وبعض الأصدقاء، وقالوا لها سألوها ازاي وايه هدف الزيارة انك تضفي، قالت لهم في اغنية كاملة وانا معايا تصريح من جهة امنية، وراحت برز التصريح. لما برزت التصريح، معلش تصريح ايه؟ دخول المخيم؟ هم هي قايلين لها يعني انت لو عايزة انا اخش المخيم عايزة تصريح امني، يمكن مش قايلة هي رايحة لفضل شاكر، قالت أنا عندي أصحاب عايزة أدخل المخيم. فبيدوها تصريح أمني، ما قالتش رايحة عند فضل شاكر، لو قالت رايحة عند فضل شاكر كانوا هيقولوا لها لا أو ده مطلوب ومش كده. فهم جابوا لها تصريح أمني، مراوغة يعني للجهات الأمنية قصدك؟ مراوغة، عملت مراوغة. فراحت خشت وهي تحدث الناس مع الصحافي اللي هو زميلي، وراحت منزلة فيديو وغنت ورقصت واعلنت انها تعمل اغنيه. لا، اللي اهلها اللي ولادهم ماتوا في الجيش مش هيسكتوا على اللي حصل. لكن هي دلوقتي رجعت مصر، سافرت مصر، ومن يومين ثلاثه كان اجازه، عارفه اجازه راس السنه، اليوم من الصبح لحد ما انتشر الخبر. يعني الخبر ده انتشر بعد ما هي رجعت مصر. بعد ما رجعت مصر، عشان كان اجازه سبت وحد واثنين، فما كانش لما فتحت المحاكم وقصور العدل فتسرب الخبر وعرفنا فيه ورحنا كاتبينه. طب وسائل الاعلام اللبنانيه ايه بتقول؟ ايه تناولت الخبر ازاي؟ مزعوجين جدا من شيرين، مزعوجين جدا من شيرين. وفي ناس، بعض الاعلاميين حتى ما تكونش كاذبه، متعاطفين مع فضل شاكر وان هو عايز يرجع الفن وندمان على كل اللي عمله، لكن هي الملامه على شيرين. احنا فضل شاكر اوكي عارفينه، ونزل البوم ولا حد اتكلم فيه ولا حد سمع فيه، وبيحاول ابنه يغني كمان والناس مش مستقبله. انا بتكلم على الحته اللي انت فهمتيني فيها، انه يعني مطربه مصرية معروفة تروح تزور
إرهابي مطلوب أو حد مطلوب للعدالة وتقعد معاه وتنزل الفيديو. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. ماليش دعوة بقى أنه فضل شاكر مين ما بيحبه ومين ما بيحبوش. صح. هو في نظر القانون إيه؟ أنا أنزل فيديو ليه؟ ليه؟ مين بيفكر لشيرين؟ مين اللي اقترح عليها هذا الاقتراح؟ هي شيرين بتفكر بهذه الطريقة؟ يعني مش عارفة. زي ما قلتي احنا فين مدراء الأعمال؟ فين المستشارين؟ فين كل ده؟ يعني أنا أحمل حسام حبيب هذه المسؤولية لأنه هو مدير، يعتبر مدير أعمالها كل وجوزها. كل اللي احنا شفناه في لبنان ده مكانش كان لازم له مدير أعمال ينسقه وينظمه وينظفه. ما ينفعش. لا بصي، ما هي يعني واحدة قاعدة في نايت كلوب وترقص، أنا وإنتي وأي حد معاه تليفون هيصور، مش هيقدر يمنع إنه أي حد يصور. دي كان في أكثر من 500-600 شخص في نايت كلوب، فمش حي يعني هي اللي لازم تكون متوازنة، تعمل أي حاجة في بيتها في الأوتيل من أصحابها في البيت، هي حرة. يعني تاني يوم راح تغني بحبك يا لبنان، أوكي طبعا عايز. أي حد فنان مسؤول عن تصرفاته في العلن وفي الأماكن العامة، يعني الواحد بيبقى لازم أنه يبقى يعني محافظ. هي كده خسرت كل حاجة. وأنا زعلت بين كل الشعب اللبناني كان بيقول هي عايزة تروح تسهر، هي حرة، لكن بنت عمرها 13 سنة إزاي تدخليها المكان بالزبط. ده بالظبط. يعني بنتها كان برضو الناس، أنا بشوف الفيديوهات الانتقادات، الناس كلها كانت منتقدة إنها واخدة بنتها عندها 13 سنة زي ما أنت بتقولي في مكان كده. يعني بصي برضو هي حياتها الشخصية، أنا مش عايزة أتدخل في دي لأن أنا بحب شيرين، بس أنا النهاردة متضايقة من حسام حبيب جدا جدا. إذا كانت هي طيبة وعلى فطرتها، أنت فين يا حسام؟ أنا عايزة أديك سكوب. مع العلم هو اللي قال لي الله يرحمه، المنتج والملحن جون صليبة، تعرفيه أكيد. طبعا طبعا. وهو كان مقرب جدا من شيرين في السنوات الأخيرة. الله يرحمه قال لي كأنه حد باعت حسام حبيب عشان يدمر شيرين. هو كأنه حد داسس حسام حبيب عشان يدمر شيرين. أنا هنادي شايفة إن ده عنوان للمرحلة اللي بتعيشها شيرين. وده كلامه وحقيقة بالفعل. واضح كده من أول ما دخل. أنا عملت معاها مقابلة من 4 سنين، آخر مقابلة. أنا عاصرتها لما جلت لها من 2002 لحد من 4 سنين. قبل الكورونا عملت معها مقابلة، كانت أول جوازها مع حسام حبيب. عملنا مقابلة وكانت تحفة ونزلتها الغلاف وكذا، ومن وقتها طغت حياتها الشخصية على أخبارها الفنية. ما عدناش عرفنا نكلمها ولا نعرف أي خبر فني عنها. كله اتخانقت مع حسام، اتصالحت مع حسام، اتجوزت حسام، طلقت حسام. إيه ده؟ إيه ده للدرجة دي؟ أمي بتقول لي في حد بيحب حد للدرجة دي لحد ما يدمره؟ والله العظيم كلنا شايفين ده وكلنا مستائين حقيقة. ويعني انت عارفة يعني اكيد فاهمة يعني ايه اما اروح عشان اقابل زياد الرحباني وراح اعمل معمل فني، وبعدين اروح سايبة الميعاد وراح الفضل شاكر واعمل معاه اغنية غنيناها سوا وانزلها فيديو. ده تحدي غباء. يعني ده انا بتحدى ناس باغبياء. هي ما حدش قال لها انه لسه لو في ناس اوكي قربت تتعاطف مع فضل شاكر، لكن في ناس كتير يا خساره يا سيرين بتدمر يعني نفسها، بتدمر نفسها. نفسي حد يفوقها، بس حد يفوقها. وبعدين يعني انا كلمت ناس كتير حواليها قالوا لي احنا مش بنعرف نوصل لها، محدش بيعرف يوصل لشيرين. غيرت ارقامها، وانا الكوافير اللبناني بتاعها هو رايح ب 12 الشهر ده في عندها حفله في الكويت. قال لي لغت كل ارقامها بس على الايميل هنبعت لكم التيكت عشان تسافروا الكويت. وانت عارفه المكيور والكوافير اللبنانيين بتوعها يعني. عارفه ده اسمه ايه يا هنادي؟
توني مندلة. لا، اللي بيحصل مع شيرين ده حصار. حصار تدمير، حصار. انا بعمل حصار على حد. وانا كل كلمه دي بتقوليها بتفكرني بجون صليبة الله يرحمه. انا اتمنى يعني انه شيرين تطلع من المأزق اللي هي فيه، وكل مره الحقيقه انا بقول كده، بس المرة اللي بعدها بلاقي الكارثة بتبقى أكبر. فالنهاردة الحقيقة أنا خرجت عن شعوري من حبي ليها، لأن بقى في جهات أمنية وبقى في تحقيق وبقى في ناس محبين ليها متضايقين وبقت بتدمر نفسها. فالحقيقة يعني ربنا يتولاها. بشكرك جدا الصحفية اللبنانية هنادي عيسى. طيب انا معايا كمان بقى الناقد الفني من مصر عماد يسري. مساء الخير يا استاذ عماد. مساء الخير استاذه بسمه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. الصحافه الفنيه هل هي اللي بتتابع اخبار شيرين ولا صفحه الحوادث؟ يعني اصبحنا بدل ما الصحافه الفنيه تتابع يعني شيرين وما تقدمه من طرب أصيل لكل الوطن العربي، أصبحت تتابع حوادث وتصريحات ومحاكمات شيرين على تصرفاتها وعلى إساءتها داخل مصر وخارجها. يعني كان الأول دايما بنلاقي قضايا بيتم رفعها ضد شيرين بسبب تصريحاتها، أصبحت الآن تحولت أيضا إلى البلاد العربية. يعني بصراحة شيء محزن، يعني كلنا يعني نحمل من الحزن الكثير على ما تمر به شيرين خلال السنوات الأخيرة. بصراحة شيرين ما كانتش كده، يعني ما كانتش كده طول عمرها. شيرين كانت دايما متصدرة بفنها، بصوتها الأصيل، بحبها للفن وحبها لكل محب الفن الأصيل. أصبحت الآن متصدرة بتصريحات مسيئة، بتصرفات مسيئة. طبعا هي حريتها الشخصية، لكن الفنان بيتحول دائما لشخصية عامة، وكل الناس بتتابع تصرفاته، بيبقى مسؤول عن تصرفاته، بيبقى مسؤول عن تصرفاته. واعتقد ان احنا لو بنقول للفنان يجب ان يكون له مدير اعمال او متحدث عنه، بس برضه احنا نرجع ونقول ان الانسان ربنا كرمه بنعمه العقل، ملهوش علاقه بفنان او بايا يكون مهنته. فاذا ربنا كرمنا في جميع الاديان السماويه بنعمه العقل، العقل فين؟ العقل فين اللي احنا نتدبر ونفكر عشان ما نحطش نفسنا في مواضع خاطئه، مواضع مسيئه. انا مشفق على بنات شيرين عبد الوهاب، لان دول حالتهم النفسيه خلاص بقوا مهزوزين نفسيا. طب يا استاذ عماد، هل تعتقد انه شيرين هي اللي عامله في نفسها ده كله، ولا حسام حبيب مسؤول وليه دور في اللي بيحصل ده؟ اذا كنت هقول حسام ليه دور، بس شيرين عبد الوهاب يعني هي مش يعني عندها من العقل ورجاحته الكثير والكثير. شيرين عبد الوهاب يعني من منطقه شعبيه مصريه اصيله، اتربت ازاي انها تفكر، اتربت ازاي لا. انها تتدبر. لا انت عاشرت شيرين عن قرب يا استاذ عماد؟ في فتراتها الاولى عاشرتها وهي مع المنتج الكبير نصر محروس. لا، شيرين فطرتها انا ما شفتهاش قبل كده، طيبه مش طبيعيه وفطره مش طبيعيه، ولما بتحب حد بتسيب نفسها كده خلاص. ما هو ماشي، هي سلقت بتسلب عقلا واراده. بس الحب ليه حدود. ما هو ده اللي انا بقول عليه، عشان كده بقول لك هل تعتقد انه هل حسام ليه دور في المشاكل اللي بتحصل لشيرين؟ يعني انا لو اشوف، انا لو مراتي انا معاها في المجال الفني وانا جوزها وبحبها وهي عادت الدنيا كلها علشاني وعندنا مشاكل وما يكفي من المشاكل، اقوم رايح واخدها ومؤديها وموافق انه يروحوا مكان كده بالطريقه دي وينزل الفيديو وقاعدين بيضحكوا كما لو انه ما فيش حاجه،
وبينزل أغنية جديدة، هل هو جوزها راضي لزوجته بكده؟ أنا بحمله مسؤولية. هو راضي بكده، والدليل المشاكل السابقه. طبعا احنا كلنا دايما بنقول احنا مالناش دعوه بالحياه الشخصيه لاي فنان، وده حقيقي، لكن للاسف اما يبقى الفنان مصر على اقحام حياته الشخصيه في حياتنا بالشكل ده، لا ده مش شخصيه، دي مش شخصيه، اللي في الفيديو ده مش شخصي فعلا. شيرين ملك الجمهور، وما ينفعش نشوف ده ابدا. وحاجه تانية يا استاذه، يا استاذه بسمه، ان احنا يعني انا بعتذر للشعب اللبناني الملكوم في شهدائه اللي طبعا، وبحمل حسام حبيب المسؤوليه كامله. اذا كنا بنقول ان شيرين مريضه، اذا كنا بنقول ان شيرين عندها مرض نفسي بيتم معالجتها منه، لكن حسام حبيب فين؟ انا بحمله المسؤوليه على ده فعليا، تحملوا المسؤولية، وبعتذر باسم الشعب المصري للشعب اللبناني الحبيب على اللي بيحدث ده. بضم صوتي لصوتك أنا كمان. أنا بحمله المسؤولية الكاملة، لأن طبعًا ده بيضرنا إحنا شخصيًا. وبعدين هي أساءت لينا إحنا كمصريين ولبلدنا كمان. أساءت لمصر. إساءة لينا، معناها إيه؟ معناها إن إحنا بنتحد مع واحد كان بيقتل، مع واحد بيدافع عن الإرهاب. هي دي صورتنا؟ هي دي صورة الفنان المصري؟ صورة الفنان المصري يدافع عن الإرهابيين؟ إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟ إيه الحب اللي يوصل الإنسان للشكل ده؟ لا ده كده في حب، ده في مرض نفسي. تدمير نفسي. ولازم ندرسه. تدمير نفسي. ده تدمير نفسي ومرض نفسي، ده تدمير لشخصية مصرية كانت يعني في محط اعجاب كل الوطن العربي من تصرفاته. طبعا شيرين نمره واحد. الكويت، انا عاوز اقول لحضرتك ان الكويت، الشعب الكويتي على السوشيال ميديا ناقم على شيرين ومش عاوزها في الحفله. بعد اللي حصل ده، بعد حاله التعاطف اللي كانت مع شيرين في 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 في, في محنتها ومرضها وحجزها في المستشفى بسبب اللي حصل لها، الشعب الكويتي دلوقتي طالع على السوشيال ميديا بيتكلم بيقول احنا مش حابينك دلوقتي. ايه اللي وصلت له ده شيرين؟ عشان ايه؟ عشان حفلتها اللي جايه في الكويت يعني. عشان حفلتها اللي جايه في الكويت، ما كانت الحفله دي قبل ما تخش المستشفى، كانت المفروض انها تبقى الحفله كانت هتتعمل قبل ما تخش المستشفى ساعتها، وبعدين طبعا اتاجلت. هل شيرين على وعي باللي بيحصل ده؟ هل بتحب بناتها؟ انا احملها كل المسؤوليه تجاه مستقبل بناتها، احنا لو تابعنا الحياه الشخصيه لبناتها هنلاقيهم انهم مدمرين نفسيا. اما حسام حبيب يعني مفيش كلام يتقال عليه، مفيش كلام يتقال عليه، يعني اتمنى يرجع لعقله ويفكر ايه اللي بيحصل ده. اذا كان هو بيحبها وبيخليها تعمل كده، طب هو نفسه ما بيحبش نفسه؟ هو ما بيحبش نفسه؟ ما اذا كانت التصرفات دي بتنعكس على شيرين، هي بتنعكس عليه لان هو زوجها، هو زوجها في المقام الاول. هو اصلا فين حسام حبيب؟ معلش يعني انا عايزك تجاوبني، حسام حبيب فنيا فين؟ هو فجاه اختفى، فجاه تفرغ، بقى اسمه يعني متصدر. ما فيش غير حسام حبيب اسمه متصدر المشاكل. الزوج اللي دايما في مشاكل مع شيرين، الزوج اللي شيرين قالت عليه الكثير والكثير خلال الفترة الماضية إلى أن تم الصلح، وكلنا كنا بنتمنى الصلح، يعني محدش فينا ما يتمناش الصلح لأي حد طبعا أكيد، لكن فجأة بعد حالة الصلح فجأة يطلع كارثة نشوفها في لبنان، وإن الشعب اللبناني يبقى مستاء، لأن ده دم الشهداء، دم الجيش اللبناني في رقبة مين؟ وفجأة تستدعى للتحقيق، وكان ممكن تتحبس، ممكن كانوا يتحبسوا الاثنين. طبعا لأن كونك إن أنت توصلي، إن أنت تتواصلي مع حد متهم في قضايا إرهاب، لا لازم يتعرف إيه اللي حصل بالظبط، هل كان بتوصل له رسالة معينة؟ هل كان بتوصل له إيه؟ كلام كتير قوي 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 على السوشيال ميديا، أنا بتكلم من واقع السوشيال ميديا، إحنا لو اتكلمنا في حاجات كتير، لا السوشيال ميديا عماله تتكلم النهارده على اللي حصل ده وفي لبنان طبعا. استاذ عماد يسري، انا بتمنى زيك يعني السلام
أولا أنا بشكرك جدا طبعا على كل اللي قلته الأستاذ عماد يسري الناقد الفني. والحقيقة يعني أنا اللي عايزة أقوله لك شيرين رسالة يمكن لسه ليكي رصيد حافظي عليه لأنه بدأ ينفس. أنت كنت جبل من الذهب بعدين اتدمر الجبل ده. فوق يا شيرين لنفسك، احنا بنحبك، انا من محبينك جدا، انا بسمعش غيرك اصلا، انا ما بيأثرش فيا غير شجن واحساس صوتك الجميل. ما تضيعيش كل ده يا شيرين، ما تضيعيش نفسك، انت كنت في القمه، انت فين دلوقتي؟ ما بقولكيش انفصلي عن حسام، انا ماليش دعوه، دي حياتك الخاصه، بس هاتي ليكي حد لحياتك الفنيه ومستقبلك الفني يدير لك شغلك، وحد كويس، وافصلي عنك حسام حبيب فنيا، خليه بس زوجك وبس. انا زعلانه وحزينه عليكي يا شيرين، وارجو انك ما تزعليش من الحقيقه. انا عايزه افوقك، والنهارده انا بحبك وقلت افوقك، والناس كلها زعلانه منك، مصريين ولبنانيين وفلسطينيين والشعب العربي كله وشعب الكويت وكل الناس زعلانه منك يا شيرين. وانا مشفقه عليك، انت هتروح حفله الكويت ازاي؟ هتقفي في وسط الجمهور ازاي؟ جمهورك هيسقف لك ازاي ويغني معاك ازاي؟ يعني انا زعلانه ان انا نفسي بحب اشوفك على المسرح، بحب اشوفك انت كده ليكي هيبه. راحت فين الهيبه دي بالقعده اللي انا شفتها دي؟ ارجوكي هاتيلك حد، مش اي حد، هاتي اتنين، هاتي واحد، هاتي حد اجنبي، هاتي حد يبقى مدير اعمالك يرجعك للقمه اللي كنت فيها تاني. نطلع فاصل. المشاهدين ورجعنا لكم مرة أخرى، ومعايا دلوقتي مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني اللي هيقول لنا رد رسمي عما حدث لشيرين خلال زيارتها لفضل شاكر. ألو، مساء الخير، منورنا في 90 دقيقة يا فندم، أهلا بيك. مدام دفا، تحياتي ومصر منورة بأهلها، مصر أم الدنيا. أنا كل التحيات والأشواق من بيروت، لأنه القاهرة عزيزة على قلبنا ومصر عزيزة أكثر على قلبنا. أشكرك أستاذ مصباح، وبرضو لبنان هي عروس الوطن العربي، وخالص التحية للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني يا فندم من مصر. الله يخليك. سمعنا كلام كتير عن اللي حصل لشيرين، إيه حقيقة اللي حصل لشيرين في لبنان؟ أولا اسمحي لي أن أوضح الموقف. الفنانة شيرين كما الفنانين المصريين هم غاليين على قلوبنا جدا جدا جدا. نحن تربينا على الفن المصري وتربينا على النجوم المصريين، وإلهم عندنا كل الاحترام وكل المودة وكل التقدير، سواء من الحكومة اللبنانية أو من الشعب اللبناني، وتحديدا الفنانة شيرين إلى جمهور واسع جدا في لبنان، إلى منا كل الاحترام والتقدير. الذي حصل مع الفنان شيرين يمكن اختصاره بالتالي: الفنانة شيرين زارت لبنان وكانت على الرحب والسعة وهي بين أهلها وأصحابها. اللي صار أنه هي طلبت الإذن لزيارة عين الحلوة. غالبا المخيمات الفلسطينية عند الجنسيات المختلفة تحتاج إلى إذن لدخولها، فهي طلبت الإذن لدخول المخيم الفلسطيني، كمان أهلا وسهلا، حصلت على الإذن وفاتت. لكن فيما بعد تم ظهور صور، يعني هي طلبت إذن لزيارة المخيم بدون ذكر هتقابل مين.
طبعا 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 لسبب كثير بسيط، لانه الاجهزه المعنيه بالغالب ما بتسال هيدا الزائر شو هدف الزياره ابدا، بالعكس هو بيطلب الاذن لحتى يفوت على عين الحلبه انطلاقا من الحرص على امنه على سلامته على الى اخره، خصوصا انت بتعرف انه المخيمات الفلسطينيه بلبنان الى وضعيه خاصه وهي غالبا خارج سلطه الدوله اللبنانيه وفق اتفاقات قديمه، فبالتالي المواطن العربي نحن ضامنين جدا على امنه وسلامته، غالبا بينطلب اذن لزياره المخيمات الفلسطينيه ويتم اعطاء الاذن بشكل تلقائي جدا. فيما بعد ظهرت الصور مع فاضل شاكر، وهون انا بدي اقول شغله، الفنان فاضل شاكر محكوم بموجب حكم صادر عن المحكمه العسكريه وهو متوارع على الانظار وهو موجود بعين الحلوه وعليه حكم ينبغي تنفيذه وهو متهم قدام السلطات اللبنانيه. الامر الذي مطلوب للعداله، مطلوب للعداله، الامر الذي استدعى سؤال الفنانه شيرين حول هذا الموضوع، وبالتالي جرى استدعاءها وسماع افادتها بكل احترام، وفيما بعد لم يتم اعتقال الفنانه شيرين ابدا بالمطلق ابدا، هي تم الاستماع لافادتها وخرجت كما دخلت وبكل احترام شديد انطلاقا من الانظمه والقوانين مرعيه الاجراء في لبنان. الذي حدث يعني رسميا، معلش يا فندم، هي رسميا تم استدعائها وليس القبض عليها؟ أكيد عشان الكلام بس أخده من حضرتك يعني بشكل رسمي، هيدي الحقيقة، هيدي الحقيقة، والفنانة شيرين موجودة وفيها تطلع وتصرح كيف كانت المعاملة وإلى آخره، إلى منها كل الاحترام. الذي جرى هو استدعاء لسماع إفادة حول ظروف الحادث الذي صار، وبالتالي سماع حول أنه هي راحت كانت هي وزوجها الفنان حسام حبيب. طبعا 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 طبعا، ولكن هو لم يتم إلقاء القبض عليها أو اعتقالها أو ما شابه ذلك. هذا الشيء معيب لسبب كثير بسيط، لأنه الذي حدث هو يعني وضع الأمر بنصابه القانوني السليم، هي طلبت إذن لدخول مخيم فلسطيني. ده إجراء متبع لأي حد يزور فضل شاكر يعني؟ أكيد، لأنه أو أي حد مطلوب للعدالة، مش شرط فضل شاكر بس، مطلوب للعدالة محكوم، فبالتالي طبيعي جدا الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتسأل الشخص الذي زار هذا المتهم كيفية اللقاء فيه، كيفية كذا كيفية كذا، خصوصا أن الفنانة شيرين تعلم جيدا بأنه فضل شاكر متهم ومحكوم بموجب حكم طالع المحكمة العسكرية بقضية تتعلق بالجيش اللبناني وبقتل جنود من الجيش اللبناني، وهي قضية يعني قضية مثل ما بيقولوا ثقيلة على الرأي العام اللبناني، قضية معروفة للوطن العربي كله. طبعا طبعا، وهذا الذي حصل. فبالتالي لم يتم اعتقال ثمان شيرين ولم يتم كل، طب ايه اللي حصل معاهم في التحقيقات شيرين وزوجها؟ ابدا، تم الاستماع لافادتهم ومن ثم تم اطلاق سراحهم فورا فورا فورا، استماع افاده فقط لم يتم اعتقال حتى. تيجي استدعيت تم اعطيت افاده حول الموضوع وخلصت. الو؟ نعم عم بسمع سياده المستشار. انا معاك. ايه، فاللي عمل لك ايه، تم الاستماع لافاده الفنانه شيرين فقط حول ظروف زيارتها فضل شاكر، وهي تعرف انه هو متهم فقط. يعني تم الاستماع ليها ولم يوجه لها تهمه؟ ابدا اكيد لا، لو يوجه لها تهمه حكما هي بده يطلع مذكر تويف عن القضاء اللبناني، هذا كل شيء لم يتم ابدا ابدا ابدا. تم الاستماع لافادتها ومن ثم يعني كما دخلت خرجت بكل احترام وبكل ادب. طب هل التحقيق مع شيرين يعني هل كان استجابة للرأي العام اللبناني اللي كان غاضب من هذه الزيارة؟ حقيقي أولا في لبنان في دولة قانون ومؤسسات، وبالتالي وفق نحترم ذلك طبعا، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء كان لابد من سماع إفادة الفنانة شيرين. الرأي العام اللبناني مش الموضوع موضوع رأي طبعاً عام لبناني، هو اتباع الأساليب القانونية السليمة. أنا بقول كده لأنه الرأي العام كان في حالة غضب.
الرأي العام شو اللبناني؟ أيوه طبيعي جدا الرأي العام اللبناني قلت لك يعني في النهاية في قضية هيدي أمن دولي، في قضية جريمة تتعلق بالجيش اللبناني، فطبيعي جدا كان في إذا بدي أقول حالة من هيك يعني التهجم. إذا كانت من المفيد زيارة فضل شاكر أو التعاطف معه وهو موجود مع الحلول مطلوب للعدالة يفضل يسلم حاله ليتم محاكمته وفق الأنظمة والمرعية، الأنظمة المرعية الإجراء ما في مشكلة أبدا لا بالطول ولا بالعرض ولا في تعارض مطروح بينه، مش المقصود هو فن فضل شاكر ولكن هو تعرض لقضية أمن دولة ومحكوم بموجب المحكمة العسكرية لابد أن يسلم نفسه، موجود بعين الحلول قبل الفنانة شيرين ظهرت الصور، الأمر الذي استدعى تلقائيا لسماع إفادة شيرين وزوجها حسام حبيب حول قضية زيارة لفضل شاكر فقط. طيب بعد كده شيرين غادرت هي وحسام حبيب مطار بيروت وعادوا إلى القاهرة، في أي تهم تنتظر شيرين ولا الموضوع اتقفل على كده؟ لا أكيد موضوع خلص، مش موضوع اتقفل، موضوع خلص نحن خلص، بس بنتأكد عشان نبلغ الناس والناس تعرف يعني. لا على عيني وراسي، ليش قلت لك انا بلشت حديثي بالمحبه الشديده الذي تربط لبنان بمصر ومصر بلبنان، نحن معلقين جدا بنزوم مصر بأهل والله مصر كل الحب والتقدير للشعب اللبناني، هو حب متبادل سياده المستشار. انا اتمنى بهي المناسبه على الفنانه شيرين ان تظهر لوسائل الاعلام وهي الان موجوده في القاهره تروي ما حدث وتشرح التفصيلات وتعتذر للشعب اللبناني. ليش بدها تعتذر للشعب اللبناني؟ ابدا مش مطلوب اعتذار منا للشعب اللبناني لسبب كثير بسيط، شيرين ربما لم تدرك ابعاد زياره فضل شاكر فاخذتها بمجال بريء، بمعنى ثاني هي فنانه وهو فنان فيما سلف. الامر الذي حصل بانه هذا الفنان متورط بقضيه امن دولي وهي قضية تمس الجيش اللبناني، فقط على يده ضحايا من الجيش اللبناني وفي حكم قضائي بين القضاء اللبناني، فبالتالي هيدا هو اللي خلى او اللي استدعى سماع إفادة شيرين حول زيارة انسان مطلوب للعدالة فقط. وده بيحصل فقط. في اي دولة طبيعي جدا، طبيعي جدا، طبيعي جدا، كما نحن بنكون معززين مكرمين في القاهرة وقريبا جدا سأزور القاهرة. تنور القاهرة سيادة المستشار وبشكرك جدا أستاذ مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني. دي كانت الحقيقة وأنا يعني حاولت أن أجيب لكم من كل الجوانب، وده أول رد رسمي لما حدث مع شيرين وحسام في لبنان. معنا خبر تاني محلي الحقيقة، في جلسة ساخنة لمجلس النواب واجه نواب الشعب وزير التموين الدكتور علي مصلحي حيث أشاروا إلى ارتفاع الأسعار وعدم انضباط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وطلب النواب من وزير التموين التحرك نحو المواطن الذي أصبح يئن من يعني الانفلات الحادث في الأسواق كما طالب النواب سرعة إنجاز إجراءات لحماية المواطنين من جشع التجار والتلاعب في قوتهم وفي قوتهم، وأن تكون الوزارة دورا في الضرب على الجشع الذي أصاب التجار. يعني بمعنى أصح أنه نواب مجلس النواب كانوا معترضين أنه سياسة وزير التموين دكتور علي مصلحي، وقالوا له انزل للشارع، انزل للناس البسيطة، ما تنزلش شوف الأسواق اللي هي الشعبية، ما تنزلش في السوبر ماركت للناس الغالية، انزل بنفسك شوف الناس والحقيقة طبطب عليهم. والحقيقة دي حاجة طبعا كويسة جدا، ويعني تحية وتقدير لمجلس النواب. طيب معانا بقى موضوع مهم، هو في فاصل يا جماعة ولا خلاص كده؟ في فاصل ولا لسه؟ يعني في فاصل؟ في فاصل؟ طيب طب ما نطلع الفاصل عشان ما نقطعش على الموضوع.
نطلع فاصل يا تامر، نطلع فاصل عشان نرجع ما نفصلش الموضوع. يلا فاصل يا أستاذ تامر. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابعها بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية في هذا الإطار خلال شهر عن ضبط 9248 قاضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 10225 متهم. ونجحت خلال هذه الفترة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، حيث تمكنت من ضبط قرابة 92 طن من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش تزن أكثر من 5 أطنان، ونحو 136 كيلوغرام من مخدر الآيس. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط كمية من مخدر الهيروين تزن أكثر من 491 كيلوغرام، وأكثر من 274 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وما يزيد عن 6 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. ونجحت في ضبط أكثر من طن من بذور الخشخاش، وأكثر من 104 كيلوغرامات من بذور القنب، وقرابة 3 كيلوغرامات من مخدرات الفودو والإنفيتامين والكوكايين. وتم إبادة مساحة بلغت أكثر من 173 فدانا منزرعة بنبات الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط 151,558 قرص لعقار الترامادول، و204,332 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و90,651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 941 مليون جنيه. واستمرارا لجهود التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 7 قضايا بإجمالي 274 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. تستمر الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجنب آثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع والاقتصاد. وتتواصل النجاحات الأمنية في هذا الإطار بفضل اليقظة والجاهزية والاحترافية لهذه الأجهزة. مشاهدينا وعدنا إليكم مرة أخرى، وده كان آخر فاصل في الحلقة، وده آخر فقرة في الحلقة. خلوني أقول لكم إنه أنا الحقيقة من محبي سماع القرآن الكريم جدا، وأي قرآن فيه قراءات وتلاوات للقرآن الكريم بتبقى موجودة على السوشيال ميديا لمشايخ كتير، ومنهم الشيخ هشام سمير عنتر وهو بيقرأ القرآن. وخلوني ان انا ادخله معايا ونتحدث انا وهو، خلوني اتكلم معاه. شيخ هشام، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. نقول لك يا شيخ ولا نقول لك ايه تحب؟ شيخ هشام تحت امر حضرتك، تحت امر حضرتك، ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. عندك كم سنه؟ انا عندي 32. 32. اتعلمت القران الكريم من قد ايه حضرتك؟ انا طبعا ازهري من اولى ابتدائي، يعني انا ازهر. ازهري طبعا. اتعلمت بقى في الكتاب وانا صغير، وطبعا بقى في الازهر، وكنت افتتح الطابور الصبح بالقران، الطابور الصباح يعني في المعهد.
طبعا الموهبة الحمد لله كانت موجودة يعني. وانت دلوقتي بتعمل ايه؟ يعني بتعلم القرآن، بتشتغل في حتة، بتعمل ايه؟ يعني الحمد لله انا طبعا قارئ وبلف الحمد لله الجمهورية، وبيجي لنا دعوات خارج مصر والحمد لله زي كده يعني. وبتعلم القرآن الكريم؟ طبعا لضيق الوقت وكده، عشان انا طبعا محافل وعزاءات وكده فما فيش وقت، انما طبعا اللي في وقت بيبقى زي كده يعني. والعيلة فيها حد زيك ولا انت بس؟ انا ليا جدي الله يرحمه طبعا كان قارئ كبير الشيخ عنتر مسلم، وطبعا والد الشيخ سمير على قيد الحياه موجود قارئ كبير برضه، وليا اخ برضه كبير مقرئ. يعني انت قارئ ابا عن جدا يا شيخ هشام. الحمد لله من فضل ربنا الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب انت انا شفت لك فيديو عايزه نتفرج عليه وارجع لك تاني، خليك معايا نشغل الفيديو يا استاذ تامر. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. شيخ هشام ده اسميه ايه؟ انا مش عارفه يعني، هل ده صح؟ قراءتك دي صح؟ انا طبعا ما شفتش الفيديو يعني، انا لان انا بره جاي. ده صوتك؟ ما انا مش عارف الفيديو اللي حضرتك عرضتيه، انا بره، انا جاي في الطريق من عزة، فمانيش قدام التلفزيون عشان اشوف الفيديو اللي حضرتك هي نشره. كنت قاعد في سرادق عزاء ولابس عمه وجلابيه بني وبتقرا، وده كان الفيديو ده بتاعك، ده صوتك وده ودي صورتك يعني. بس انا الحقيقه شدني يعني، من غير ما تزعل مني يعني، طريقه قراءتك للقران، هل دي طريقه يعني، دي طريقه؟ هو حضرتك ايه اللي يعني مش واخد بالي برضو انت تقصدي ايه؟ لان طبعا دي تلاوه، في تلاوه وفي ترتيل. عايز اعرف تلاوة. هل دي صحيحه ام غير صحيحه؟ بس ما انا مش عارف التلاوه اللي حضرتك نشرتها لي او الفيديو اللي جبتيه تحديدا. هل دي احدى القراءات المشهوره من على القران الكريم او من القران الكريم؟ طبعا دي تلاوه القران، في قراءات، بس طبعا انا مش عارف الفيديو اللي حضرتك نشرتها ده قديم ولا ده جديد، لان طبعا في فيديوهات قديمه. ده ما يعني انت سامعه معايا سواء جديد او قديم، يعني انا عايزاك بغض النظر يعني انه قديم او جديد، انا عايزاك تقول لي هل يعني هل هذه التلاوه صحيحه؟ حضرتك ما هو انا دلوقتي ما نش عارف انه فيديو منتشر، لو في قراءه مثلا طبعا لو في القراءه صحيحه تبقى صحيحه، لو القراءه طب ده صوتك. طب شغلوا الفيديو تاني يا جماعه، اسمع معايا طيب كويس عشان عايزه اتناقش معاك، لانه كل ده في صحيفتك وفي صحيفتي. تمام، فشغل تاني يا استاذ تامر. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى. تمام يا فندم. تمام. ووجدك هو صوتك يا شيخ هشام؟ ايوه يا فندم. تمام. طيب سؤالي بقى، هل طريقه التلاوه دي صحيحه؟ طب ايه يعني اللي من وجهه نظرك ايه اللي مش صحيح او ايه؟ انا ما افتيش في القران يا فندم، انا تمام. لا افتي في القران. طيب حضرتك الفيديو دوت من يجي 4 5 سنين، تمام، فيديو قديم. تمام، قبل الكورونا، فانا طبعا ما اعرفش مين اللي قطع، طبعا كان ربع كامل يعني، طبعا كان في العزاءات بيبقى الربع كامل، ففي حد قطع المقطع دوت من الربع كامل ونشره على السوشيال ميديا. تمام، فان حد مثلا مش عاجبه التلاوه، طب انت حضرتك مثلا لو مش عاجبك حاجه في التلاوه او انت شايف ان في خطا في التلاوه، انت طبعا معلش رحم الله امرئ ان هدى الي عيوبي، كلمني حضرتك في التليفون، او انت مثلا انت بتقطع المقطع وتنشره
ومثلا تتكلم عليه كلام مثلا مش كده او تغلط او تشتم او كتب ليه؟ طب ما تكلمني. لو انت مثلا انت اللي نشر المقطع مش عاجبك حاجه حضرتك بتتكلم عن مين؟ ايه؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ انا بقى مش عارف، انا بتكلم على اللي نشر الفيديو. انا لقيت الفيديو ده منتشر تمام؟ لان قبل كده من سنه برضو نفس الفيديو دوت، ولقيت ناس بتكلمني ويقولوا لي الفيديو فيه والفيديو عليه، قلت له طيب تمام انا على دماغي وعلى راسي اي حد يكلمني، ولو في خطا طبعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، كل ابن ادم خطاء لو في خطا في الفيديو. طيب انا والله يعني بنيه سليمه وطيبه، انا مش بقصد ده انا اعمل مشكله ولا حاجه ولا ان لا انا فندم اختلط تحت امرك تحت. سوء تفاهم بس انا شايفه انه ده لو 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 حد بيتعلم التلاوه ويسمع ده ما هيعمل زيك. فانا بسال حضرتك عشان يبقى الكلام منك، حضرتك هذه التلاوه صحيحه ام غير صحيحه؟ طب انا برضو مش عارف انا دلوقتي ايه اللي يعني ايه الوضع بالظبط في التلاوه، او ايه اللي صحيح وايه اللي مش صحيح، ما انا مش عارف. يعني حضرتك دلوقتي انا انت بتشغلي فيديو بتقول التلاوه ديت صحيحه ومش صحيحه؟ طيب طبعا بصي من الواضح يا شيخ هشام انك انت مش قادر تفهمني، فانا سؤالي هيجيب يعني انا ممكن اخلي حد يجيب على سؤالي. معايا الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القران الكريم وعضو لجنه اختيار القراء بالاذاعه المصريه. مساء الخير يا فندم. فضيله الشيخ الدكتوره يا مرحبا، اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا بحتكم اليك لاني انا الحقيقه انت نقيب القراء، وانا الحقيقه بحب اسمع قوي تلاوات الشيوخ والقران الكريم، فالحقيقه زي ما بيقولوا كعبلت في الفيديو ده، فلما سمعته قلت حريك معايا. ايوه انا يعني انا دقيقه واحده يا شيخ هشام، فلما سمعت ممكن توقف شيخ هشام؟ فلما سمعت ما انا عايزه اكمل كلامي. فلما سمعت الحقيقه هذه التلاوه انا يعني استوقفتني، قلت هل هذه التلاوه صحيحه ام غير صحيحه؟ هل انا كبسمه يعني اسمعها وانا عارفه انها صحيحه واتعلمها؟ هل انا كبسمه لما وقفت عندي هل انا اتركها ام يعني لو كانت صحيحه، ولا لو كانت غير صحيحه اتوقف عندها واغير المشهد للناس لانها هتبقى في صحيفتي انا بعد كده ان انا شفت حاجه غلط وسكت عليها؟ نعم. فانا بحتكم اليك، يمكن انا غلط، هل يعني المشهد اللي احنا شايفينه ده صح؟ يعني هذه التلاوة؟ اتكلم اتفضل يا فندم. ابدأ اقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التلاوة يا دكتورة بسمة التي لفتت نظر حضرتك دي لفتت نظر الكثيرين والكثيرين، وهشام يعرف ان ايه التلاوة اللي هو بيقولها، ويعرف هو بيقرا ازاي، ويعرف ان احنا نبهناه اكثر من مره في نقابه القراء علشان ينتهي عن هذه التلاوه ويقرا القران كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. لان مصر يا دكتوره بسمه رائده. يعني هو ليه سبق مع النقابه وكمان قلت نعم ان ده غلط؟ نعم. وكمان انتوا حذرتوه. لا لا مش حذرناه بس، ده في قضية دلوقتي هتنظر أمام النائب معالي النائب العام، بلغناه قضية؟ بلغناه. نعم نعم هو عارف، هشام عارف، هشام عارف إن هو في بلاغ ضده لمعالي النائب العام على هذه التلاوات التي يهين فيها القرآن الكريم ويزدري القرآن الكريم في تلاواته، وسيقف إن شاء الله أمام السادة وكلاء النيابة وتستدعى لجنة من تحددها النيابة العامة لتستمع إلى هذا الذي يقوله هشام. هل هذا قرآن زي ما حضرتك بتقولي؟ لا ده مش قرآن. ما أنا استغربت يعني أنا الحقيقة يعني لما صادفني هذا الفيديو. أي نعم. يعني قلت هو معقولة القرآن لا الكريم بيكون تلاوته بهذه الطريقة حتى لو في تلاوات مختلفة؟ أبدا أبدا حضرتك الحمد لله أذنك يعني نظيفة ونشأتك نشأة نظيفة واستمعت إلى كثير من التلاوات والتلاوات الصحيحة، وهذه ليست تلاوة قرآن كريم، ده حاجة كده يعني حاجة كده، واحنا قمنا بإبلاغ النيابة العامة، وإن شاء الله توجه لهشام تهمة ازدراء القرآن الكريم
لان احنا استدعناه اكثر من مره في نقابه القراء ونبهنا عليه. يا هشام التزم، يا هشام التزم. ابدا ابدا. طب يا شيخ هشام، بص يا فندم بعد اذن انا حضرتك. انت قلت انا محدش قال لي وانا وانه ده صح وانه يعني كلام الشيخ حشاد بينفي كلامك تماما يعني. ده حذروك وقضوك وقالوا لك وانت برضو مصمم على هذه الطريقه، وهذه الطريقه الان هي خاطئه. تمام بعد اذن حضرتك اتفضل. عملوا لي كلمتيني وفاجئتيني بفيديو وبتقولي التلاوة خطأ وكلمت سيدنا الشيخ حشاد. طبعا انا اول ما كلمت حضرتك قلت لك الفيديو ده قديم. سيدنا الشيخ حشاد انا رحت النقابة قبل كده فعلا على نفس الفيديو ده، فالمفروض ان سيدنا الشيخ حشاد الفيديو ده القديم يعني ده نفس الفيديو. الفيديو دوت حضرتك بيتعرض من 5 سنين، يعني حضرتك هيتعرض اتعرض السنه اللي فاتت، واتعرض من 5 شهور، واتعرض من 2 سنين ومن 3، وهيتعرض ثاني. وانا قلت له سمعا وطاعا يا سيدنا، انت استاذنا وتجرسنا. اتفضل يا هشام. طيب اتفضل يا هشام. يا هشام يا مولانا، حلال اتفضل يا مولانا. الفيديو ده هو اللي هيعرض امام معالي النائب العام علشان يكون لجنه وتسمعه ويبينهم هذا الفيديو وهذه التلاوه التي تزدري فيها القران الكريم، وان شاء الله يعني النيابه لها كلمه في هذا الموضوع، لان احنا يعني جبناك وكلمناك. يعني الفيديو ده سيدنا جديد؟ الفيديو ده جديد؟ ما نفس الفيديو. ماليش دعوه، انا ماليش دعوه جديد ولا لا. نفس الفيديو القديم. ومين اللي بعت لي ونيابه ايه؟ مين انا اعرف ايه؟ زي ما بتقول الدكتوره بسمه، زي ما بتقول الدكتوره بسمه بتقول القران ما فيهوش قديم وجديد. القران فيه تلاوه لها شخص معين. تمام. وانا دلوقتي يا سيدنا انت لما توجهني وتقول لي انت مختك في كذا مفيش مشكله، ما تجيبليش حاجه قديمه. بيقول يا شيخ هشام ان هو حذرك كذا مره. كذا مره فين يا فندم؟ ماشي يا فندم، قلنا رحنا وقلنا سمعا وطاعا والفيديو ده قديم. انا بتفاجئ ان بيجي الفيديو نفسه. يا هشام فين سمعا وطاعه؟ انا ذنبي ايه سيدنا ان الفيديو دوت بينتشر تاني؟ انا ذنبي ان نفس المقطع ده بينتشر؟ انت يا هشام بص يا ابني، احنا نقابه القراء قامت للحفاظ على القرآن الكريم وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا لم نفعل وتستقيم الأمور أنا واحد من الناس سأنسحب من عيني وراسي. على عيني وراسي. طول بالك بس هو أنا هشام اللي مخطئ؟ يعني هشام اللي بيخطئ لوحده؟ طول بالك لما أتكلم، طول بالك لما أتكلم. اتفضل اتفضل اتفضل. استنى يا هشام لو سمحت، خلي الشيخ حشاد يتكلم. النقابة يا دكتورة بسمة قامت للحفاظ على القرآن الكريم، ومن ضمن قوانين النقابة إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات التي تحدث أثناء تلاوة القرآن الكريم. وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا عندنا لجنة متابعة واستماع. اللجنة المتابعة والاستماع بيروح لها الفيديوهات اللي زي بتاع هشام ده، وبتسمعه وبتستدعي صاحبه وبتقول له يا ابن الحلال التلاوة اللي أنت بتتلاها دي ما تنفعش، وياخدوا عليه اقرار وفي صوره بطاقته عندنا في النقابه. وبعدين اذا لم يلتزم فتقوم النقابه ببلاغ الجهات المختصه وهي النيابه العامه بتهمه ازدراء القران الكريم، لان هذا يعني مصر علمت الدنيا كيف تقرا القران. والقران كما هو مشهور نزل بمكه وطبع بالشام ويقرا في مصر، والقراء المصريون علموا العالم كيف يقرأ القرآن الكريم. طب يا شيخ محمد، انت يعني من الواضح انك عارف هشام، وهو بيقول ان والده قارئ قرآن ومن زمان، ليه ما حاولتش تتواصل طيب مع والده وتقول له؟ لا ما هم حضرتك هم كلهم يعني الله يرحم جده برضه يعني، وكل الحكاية كانت يعني كده زي ما انت سامعة كده سيادتك. يعني انا عايز افهم دلوقتي حاجة يا استاذة، انت دلوقتي بتشهري ده تشهير ولا ده ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. تشهير؟ انا بشهر؟ تشهير بايه يا ابني؟ لا انا بمنعك انك انت تتلاعب بالقران الكريم. انا بس معلش يا استاذه بعد اذن حضرتك. وبعدين سياده النقيب اللي بيقول، طبعا سياده النقيب ده مدسه على راسي، ده والدي واستاذي ومعلمي. طب امال انت زعلان من ايه؟ انا زعلان وبقول والده وبقول جده. انا دلوقتي انا عايز افهم، هو ما فيش الا احنا في مصر يعني خلاص احنا اللي مخطئين وما حدش بيخطا؟ بص يا ابني ما تبقاش ما تفرحش المواضيع. لا انت حضرتك دلوقتي سيدنا قلت والده وقلت جده وهم كده. الدكتوره بتقول لك ده صوتك ودي صورتك، انا شايفهم اهم صوتك وصورتك. ايوه انا نكرت، انا قلت ده صوتي ودي صورتي وانا نكرت. وبعدين خلي بالك بقى،
الفيديو ده هو اللي معروض مع الدكتورة هو اللي هيعرض أمام النيابة العامة. ما فيش مشكلة يا مولانا، ما فيش مشكلة خالص، ده اللي هيروح النيابة العامة. لا عادي خالص، عشان النيابة العامة تستمع لجنة. قارئ القرآن، قارئ القرآن يا سيدنا مش بلطجي عشان تقولوا نيابة. استنى لما اتكلم. اتفضل يا سيدنا. انت ما حدش قال لك انت سارق ولا ناهب، انت بتعتدي على كتاب الله سبحانه وتعالى. وماشي، وحملة القرآن ربنا كرمهم، احنا بشر بنهمهم. انت يا ابني بتعتدي على القرآن الكريم، كتاب الله المقدس. يا سيدنا انا لو غلطت انت توجهني، مفيش مشكله، انا ما بتشعرش بيها، وتقول ابويا جدي وانتم اكثر من مره. يا سيدنا ده نفس المره. يا سيدنا انت ما تجيبليش مقطع من 7-8 سنين وتجيبه لي. انا ما اعرفش الكلام ده، الكلام ده هتقوله في جهاد التحقيق. انا حضرتك من النهار ما جيت النقابه وانا التزمت باللي انت قلته عليه. الكلام يا ابني هتقوله في جهات التحقيق، مفيش مشكله، اقوله في اي مكان، لان انا التزمت يا سيدنا، انا التزمت باللي انت قلته عليه. لا 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 ابدا ابدا دلوقتي يا هشام، انا شايفه انك انت لازم تشيل الفيديو ده من على اليوتيوب، لان الفيديو ده هيبقى في ميزان، يعني في الميزان عندك يا دكتوره. ميزان ايه ده مش عارف الهم الميزان ولا هم الحساب ولا هم الكلام ده ابدا ابدا. يا استاذه يا استاذه يا استاذ. نعم يا استاذ يا شيخ هشام. لما سيادنا لما سيدنا الفاضل بعت لي وهو سمعنا اهوت، قلت سمعا وطاعا ولبيت، ورحت على النقابه غير ما بيروحش. لما قال لي تمضي قلت له يا ابني ما فيش حد ما بيروحش، الناس بتروح النيابه. لا ما فيش حد ما بيروحش، اللي مش هيجي النقابه هيروح النيابه. يا سيدنا انت لما بعت لي في النقابه انا جيت ولا ما جيتش؟ طب التزمت بحاجه؟ التزمت من يوم ما جيت النقابه. ما هو يا فندم يا طيب انا معلش انا يهمني حاجه واحده دلوقتي شيخ حشاد. انا مش حابه انه يكون يعني هذه التلاوه موجوده على اليوتيوب، عشان ممكن حد غيري يكون بيحب القران الكريم ويجي انه ياخدها ويتلو مثل الشيخ هشام. فانا شايفه ان دي الشيخ هشام يعني انك لازم تشيلها من على اليوتيوب، لانها بعد اذن حضرتك. نعم. انا بسمحكم اسمعوني زي ما انا بسمحكم اسمعوني. اتفضل. انا حضرتك دلوقتي سيدنا بيقول ان القراءه دهيت فيها او عليها سمعا وطاعا، ده استاذ وتجراسي ما اقدرش اتكلم. تمام. هم بعتوا لي النقابه الكلام ده من كام سنه، انا رحت قال لك تلتزم وتمضي اقرار، وسيدنا سمعني التزمت ومضيت الاقرار. تمام. ايوه يا فندم بعد اذن حضرتك اسمعيني. طب ما فضلت الشيخ بيقول ما التزمتش ليه؟ انا ما اعرفش بقى، انا لان ده نفس المقطع يا فندم، انت عارفه حضرتك هتقفلي معايا وسيدنا هيقفل معايا، ممكن بعد شهر بعد سنه نفس المقطع بيتعاد تاني، بعد 10 سنين قدام نفس المقطع. يعني انت ما عندكش مقاطع تانية الا ده يا فندم؟ هو ده المقطع المتداول، ده المقطع المتداول اللي عليه المشاكل. ده الدكتور عنده. طب نسال سياده النقيب. هو قريته كده عنده كله كده، كل اللي كده يا دكتوره. وبعدين والله العظيم ثلاثة أقسم بالله العظيم، إذا لم تصحح هذه المواضيع يعني سأستقيل من نقابة القراء. يعني ما عادش يا فندم في قراء مصر كلهم إلا هشام. ما فيش هشام. خليك في نفسك واعمل الصح. أيوة وبس. يعني حضرتك غلط. ده القرآن الكريم. عارف يعني إيه القرآن الكريم؟ القرآن الكريم. أنا عارف. أنا مش عارف. يا فندم مش احنا دلوقتي بنتكلم يا فندم عايزين حضرتك، مش احنا دلوقتي بنتكلم على الملأ، يبقى تسمعيني زي ما بسمعك. انا سمعتك، انا اديتك فرصه كل ما كنت عايز اتكلم. انت بتتكلم الحلقه كلها على فكره. اديني فرصه انت وسيدنا، بعد اذنكم اسمعوني. اتفضل. انا يعني انتوا فوق دماغي وسيدنا مدسه على راسي، بس انا زي ما بسمعكم اسمعوني. سيدنا ده والدي، انا ابنه زي ما يوجهني انا والعلم. يا عم خليك في الموضوع يا هشام. حاضر يا سيدنا، انا في الموضوع يا سيدنا. حضرتك المقطع دوت هو اللي انتم بعتوا لي عليه قبل كده، هو نفس المقطع، مش ده مقطع، ما هوش مقطع جديد. وانا ما حدش بعت لي تاني، انا اتفاجئت حضرتك دلوقتي ان انتم بتكلموني على الملأ وعلى الهوا، وان هي رافعه الاستاذه جايبه المقطع، وانت حضرتك بتقول نيابه وبتقول الكلام ده، وانا لا حد بعت لي نيابه ولا حد بعت لي اصلا من النقابه. لا ان شاء الله هيجي لك اعلان وهتحضر امام معالي وكيل النيابه يوجه لك تهمه. ما فيش مشكله، يوجه اروح. ما فيش عادي خالص، اروح للنيابه واروح لاي مكان. القران الكريم ده تاج على رؤوس الجميع. طيب انا عايز افهم، انا
غيرت ايه في الايه اللي انا بقراها او انا ما تعرفني غلطي؟ انت مستمر يا هشام بطريقه مثيره للجدل. اللي انت بتقراه هو انا دلوقتي مش انتوا مش سيدنا بقول القراءه غلط ما يعرفني غلطي. اللي انت بتقراه ده مش قران، اللي انت بتقراه ده هو بالذات مش قران، الضحى والبتاع ده مش قران. لا, لا 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 ولا يمت للقران باي صله. لا امال ده ايه؟ انا عايز طب انا عايز اعرف غلط. لا هاتوا له المقطع الثاني ده قران الحته الثانيه. هاتها يا تامر كده. أيوه معلش. أيوه لحظه واحده يا هشام، هات المقطع الثاني مش الاولاني، هاتوا يا تامر. ده انت حضرتك الله يكرمك ده انت محضره. معلش انا عايزه الشيخ حشاد يشوف انه هل ده قران، هل ينفع انه الناس يعني انها تحتاج بيه وتتلو القران الكريم مثلك. اسمع يا عم. ووجدك عائلا فأغنى. يعني دلوقتي انا عايز افهم حاجه حضرتك، يعني الاستاذ اللي معاك يكلمني. لحظه يعني ما حدش بقى ثواني، ما حدش بيقطع. ده بقى ايه؟ ده بقى الدنيا قامت وقعدت يعني. تنهار وأما السائل فلا تنهار وأما السائل. خلاص يا تيم. طب حضرتك دلوقتي ايه المطلوب؟ يعني انت بتتصل تشهري وتكبي وبتشركي فيا على الهوا يعني ولا ايه؟ ما فيش بتشرك ولا حاجه. القران الكريم ما فيهوش حاجه اسمها تشهير وتخبيه. هم انا خبي عليك لما تغلط في القران الكريم. الدكتوره مسؤوله زينا عن القران الكريم. الدكتوره يعني بتتكلم من منطلق يا هشام يعني انت ترضى يا سيدنا ان اي حد شهر بحد؟ اسمع الكلام. انت متهم اصلا. اديني النصيحه. الدكتوره بتتكلم. استنى يا ابني استنى. الدكتوره بتتكلم من منطلق وانا اشكرها. أنا أشكر الدكتورة بسمة. ليه بشكرها؟ على أن هي عندها غيرة على كتاب الله يا ابني. عندها يعني غيرة على كتاب الله. يعني ربنا أمال إيه يعني؟ أمال إيه؟ هو القرآن يعني ده بتاع مين؟ ده بتاع ربنا. يعني دلوقتي ربنا يعني ما قالش في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني خلاص الدنيا خلاص وقفت. لا 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 ما قالش كده. لا لا لا. عموما أنا بشكرك جدا يا شيخ هشام، وأظن إنه كلام الشيخ حشاد. شكرا الأستاذ هشام أو الشيخ هشام. الشيخ حشاد أنا بشكرك جدا لأنك وضحت. والله أنا اللي بشكرك يا دكتورة بسمة. الشكر ليك شيخنا. أنا اللي بشكرك يا دكتورة بسمة. أنا اللي بشكرك والله على غيرتك على كتاب الله، لأن إحنا بنعاني والله بنعاني. ما ينفعش الكلام ده أبدا. وبعدين أنا عاوز أقول لحضرتك في هذا المقام أن معالي وزير الأوقاف فتح لنا مكتبه لأي حاجة نبلغه بيها، وهو على استعداد تام وبيدافع عن القرآن وعن النقابة. وإحنا دلوقتي ده إحنا دولة القرآن يا دكتورة بسمة. طبعا والقرآن الكريم فوق رؤوسنا يا شيخ حشاد. ده أنا ما رحتش بلد إلا لما لقيت صوت القرآن المصري فيها. هو إيه اللي بيحصل ده؟ إيه ده بحث عن الترند ولا إيه يعني؟ أنا مش فاهم. ده مش قرآن. ده حاجة تانية. يعني أنا بشكرك جدا. مش قرآن. لا 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 أنا لا. بشكرك جدا. أنا زي ما أنا بقول لحضرتك بأمانة ربنا إن إحنا استدعينا العائلة دي وقلنا لهم يا جماعة جدكم كان بيقرأ وانتقل لرحمة الله، فأنتم بدأوا صفحة جديدة وقرأوا القرآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أبدأ الصلاة والسلام. أبدا أبدا. فاحنا وهم بقى والنيابه. ما ينفعش الكلام ده ابدا. ما ينفعش مصر يبقى فيها كده. شكرا للتصحيح شيخ محمد. بشكرك جدا للتصحيح. انا اللي بشكر حضرتك. وفي ميزان حسناتك يا فضيله الشيخ. واسال الله ان يكون هذا في ميزان حسناتك ان شاء الله. اللهم امين. بشكرك جدا شيخ محمد حشاد نقيب قراءه القران الكريم وعضو لجنه اختيار القراء بالاذاعه المصريه. ومشاهدينا بكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، ونشوفكم بكره وتصبحوا على الف خير.